اشمعنى دول؟ اشمعنى المصريين؟ اشمعنى المسيحيين؟ في 19 في 30 في 21 اللي مات خلاص، اهاليهم يعملوا ايه؟ يقعدوا بنارهم قد ايه؟ حرام. بتقول ايه لشيخ الازهر؟ انا قلت لشيخ الازهر لسه ما زال داعش مؤمن والمسيحي كافر بس مش اكتر. بيقول لك دول مش كافر لانهم اهل قبله، لانهم بيحطوا الراجل ويذبحوه باسم الله اكبر. لسه المسيحي في بلده كافر؟ احنا مش جايين من السماء ولا جايين من كوكب اخر، احنا مسيحيين وطول عمرنا في البلد دي. يعني حضرتك شايفه ان العمليات الارهابيه؟ انا ما بقتش شايفه، انا صراحه ما بقتش شايفه. خلاص احنا عمينا في البلد دي. دي شبرا نخرج الصبح الاقي الناس كلها يعني حالتها صعبه. حرام. احنا ما بنقولش عشان احنا مسيحيين، المسيحي والمسلم متقسم. يعني ده بني ادم يتنحل بالطريقه القذره دي؟ 21 صياد اخدوه من امبارح، فين؟ فين؟ مفيش خبر لغايه دلوقتي.